البلدية، هذا إعلان له. الفريق بلغني الفريق الفني أن التصويت الحقيقي لرئيس البلدية هو صرت رئيس البلدية، وانت عارف وظائف رئيس البلدية وشي، وبقولها لك الحين. سم. بتكون مسؤول عن القرية كاملة، وعندك وظائف توظف فيها الشباب، وعندك راتب 1500، وأي تقصير يا راجح، وأي تقصير يا راجح، تذكر الكلمة هذه زين، بحاسبك على كل صغيرة وكبيرة. الوظائف أنا راح أقولها لك، والقرية تراها في أمانتك بإذن الله، وبراقبك على كل صغيرة وكبيرة. الوظائف بقولها لك، عندك خادم القرية، اثنين متسابقين بيكونون خادمين للقرية، عندك مهندسين نظافة اثنين، وعندك واحد خادم للمسجد. عرفت الوظائف وش يا راجح؟ معروفة. خمس وظائف ترى، خمس وظائف يا راجح. زين. أنت اللي راح توزع ساعات الدوام حسب رغبتك، وأنت اللي راح توزع الرواتب حسب رغبتك. هذه 1500 يا راجل، احسبها قدامي، سمعني الصوت يا راجل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 وصلت، انتهى، جاء الموضوع. هذه 1500 يا راجل، ارقد وامن، تأكد. هذه الوصية اللي بقولها لك الحين. سلام. القرية مسؤوليتك، القرية ايش؟ مسؤوليتك، وانا ما اعرف احد، ما اعرف الموظفين، اعرفك انت يا راجل، راح احاسبك على كل صغيرة وكبيرة في الجنة. شر. ذكرت كلامي زين يا راجل؟ ارقد وامن. طيب، انتظر منك انك تسوي جدول الاعداد، وتحط جدول الدوام، وتحط طال عمرك اسامي الموظفين، وتسلمها للإعداد. انتهى. مبروك راجل. شكرا لله. ثم لمن جعلني رئيس بلدية. تفضل. أشكر الجمهور. مدير البلدية. أيوه مدير البلدية. أيوه أيوه يا راجل. أشكر الجمهور على التصويت اللي كان أمس، والتفاعل الكبير جدا، شكرا لكم. والأسبوع القادم في رئيس ثاني راح يكون موجود في القرية. يعطيكم العافية.